منطقة أراكلي تعتبر من المناطق السياحية المعروفة في مدينة طرابزون، وتشتهر في منطقة أراكلي بقلعة أراكلي المعروفة على الساحل، والخدمات اللي موجودة فيها من ساحل أراكلي والمطاعم والكافيهات اللي موجودة في هذا الساحل. العرض اللي بنصوره اليوم عرض مميز جدا في هذه المنطقة، منطقة أراكلي، إطلالتها على الطبيعة وعلى البحر إطلالة مميزة جدا. والشيء المميز أن الشقة هذه معروضة بسعر مميز ومؤثثة، يعني هذا يعتبر عرض حصري من شركة بروج. هذه الشقة مساحتها 165 متر مربع في مجمع راقي، مجمع إلة محل. الخدمات اللي موجودة في منطقة أراكلي عندنا الكافيهات، المطاعم، ساحل أراكلي، بالإضافة إلى البقالات اللي موجودة والكافيهات. الخدمات اللي متوفرة داخل المجمع عندنا بوابة إلكترونية، خدمة 24 ساعة، بالإضافة إلى كاميرات المراقبة، عندنا مسطحات خضراء. والمجمع يعتبر أنه فيلل ووحدات سكنية. تعالوا مع بعض إلى أرض الواقع نشوف مساحة الشقة وإطلالتها المميزة. خلوكم معنا. وصلنا جماعة الخير الدور الرابع، شقة ثلاث غرف صالة، مساحتها 165 متر مربع. مدخل الشقة من هنا. حاليا أنا في منطقة الكوريدور، لو تلاحظوا أنه حاطط صاحب الشقة الدولاب خاص بالأحذية والعبايات متناسق مع لون الباركيه، يعني شيء جميل ومرتب. حتى لو تلاحظوا في ديكورات سقفية في الممر بإنارات ليد مخفية مع أسبوت لايتات. يسارنا عندنا غرفة أولى والمطبخ والصالة. تعالوا مع بعض نشوف الغرفة رقم واحد. الغرفة هذه حاط فيها سرير مزوج مع تسريحتها والدولاب، نقدر احنا نستغلها بسريرين او نستغل بنفس السرير هذا. وإطلالة الغرفة هذه جاية إطلالة رائعة جدا على الطبيعة، يعني خصوصية تامة في هذه الشقة. حتى موجود في كل غرفة موجود عندنا مكيفات، يعني الشيء يعتبر مميز انه الأجهزة المنزلية من ضمن الشقة، والشقة معروضة اصلا بالأثاث. بجوارها عندنا المطبخ. المطبخ جاء على شكل L. الأجهزة الكهربائية ماركة فيستا المعروفة، ماركة تركية. ثلاجة، طقم الفرن، عندنا غسالة الصحون مع الشفاط، بالإضافة إلى أنه عندنا واجهتين، واجهة أمامية على الطبيعة بنوافذ فرنسية كبيرة من السقف إلى الأرض، وعندنا مخرج للبلكونة هذه. وإطلالة المطبخ أيضا من هذا الجهة إطلالة على البحر، نديكم تفاصيلها من جهة الصالة. نطلع من المطبخ نتوجه إلى الصالة نشوف مساحة الصالة والأثاث اللي حاططها هنا. حاطط هنا طقم كنب على شكل L مميز، وجاي لون متناسق مع ديكور الشقة أيضا. وعندنا هنا طقم سفرة بستة كراسي، والبوفيه، وديكورات سقفية بإنارات ليد مخفية مع النجفة هذه، وفي أيضا مكيف 24 وحدة يكفي لتبريد هذا المكان الكبير اللي هو الصالة. تعالوا مع بعض نشوف المكان المميز لهذا الشقة، البلكونة الرائعة ذات الإطلالة الخيالية على البحر وعلى الطبيعة. شوفوا المكان الجميل والإطلالة الساحرة، الخضار والبحر، شيء ولا أروع. والحاجة المميز أيضا في هذه البلكونة أنه درابزين جاي قزاز، حتى وإحنا بنقعد بجلستنا بنشوف هذه الإطلالة الرائعة، إطلالة الطبيعة والبحر المميزة. تعالوا نكمل تفاصيل باقي الشقة. قبل ما أديكم تفاصيل باقي الشقة، صاحب الشقة كمان حاطط أنه بعض الأحيان ما نحب نشغل المكيف، نفك الشبابيك
ونقفل هذا الشبك عشان لا يخش علينا النبض ونستمتع بالهواء النقي. زي ما قلت لكم انه الشقه معروضه بالاثاث، يعني الاجهزه والاثاث اللي انتم شايفينها في الفيديو كلها من ضمن الشقه. نجي على القسم الاخر، القسم الاخر هنا حاطين باب انه نقدر نسكر الباب هذا فيصير قسم خاص بالاسره وهنا للضيوف. عندنا هنا دوره مياه اولى بنظام ارضي جاي بقسمين، القسم الاول مغسله والقسم الاخر دوره المياه. نجي على الكوريدور، الكوريدور ايضا زي ما انتم شايفين حاطين فيه ديكورات، والممرات ايضا باركيه. مقابلنا على طول عندنا دورة المياه الرئيسية للشقة. مساحة دورة المياه مساحة كبيرة، حاطين هنا مغسلة والغسالة، المروش بالإضافة إلى الكلوزت والدولاب المكان التجميلي. عندنا المواسير هذه ممكن إذا احتجنا نركب جهاز التدفئة لنا حرية الاختيار. عندنا هنا غرفة رقم 2. الغرفة الثانية حاطين سريرين فردية، وإطلالتها جاء إطلالة جانبية، وعندنا إطلالة البحر موجودة أيضا، وفي مكيف موجود هنا مكيف متحرك. السرير هذا نقدر نسحبه نخليه يسع لثلاث أشخاص، واحد اثنين ثلاثة، بالإضافة إلى أن الدولاب موجود أيضا يستخدمه تبعين الغرفة هذه. نجي أخيرا هنا على غرفة الماستر. غرفة الماستر مساحتها جيدة، حاطين فيه سرير مزدوج، كومودينات، الدولاب والتسريحة. أرضياتها باركيه، موجود فيه مكيف ودورة مياه خاصة فيها. دورة المياه دورة متكاملة من كلوزت ومروش والمغسلة، بالإضافة إلى أنه موجود شطافات مع شفاط في دورة المياه، يعني حاجة جيدة هذا الحاجة المميزة اللي موجودة في دورة المياه. غرفة الماستر لها بلكونة جانبية، البلكونة هذه بلكونة صغيرة نقدر نستغلها يعني كمستودع، وإطلالتها جاية إطلالة جانبية على الطبيعة. كذا أعطيتكم تفاصيل كاملة عن الشقة هذه في منطقة أراكلي مجمع إلة محل. أرجو يكون الفيديو نال على إعجابكم. في نهاية الفيديو أرجو يكون المحتوى عجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. التفاصيل والأسعار تجدونها في صندوق الوصف أسفل الفيديو، ولا تنسوا متابعة آخر فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب بروج العقارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.